في ظل العمل بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، وفي محاولة لتقليل الازدحام واحتكاك العنصر البشري خلال موسم حج هذا العام، دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين الروبوت الذكي لتوزيع مياه زمزم لزوار الحرمين، وجاء استخدام الروبوت كخطوة احترازية تهدف للحد من تفشي الفيروس أو التزاحم مع العاملين، حيث يقوم الروبوت بتقديم عبوات ماء زمزم للزوار دون تلامس وبلا أي إعاقة لحركة الزوار وحجاج الحرمين. وليست هذه المرة الأولى لاستخدام الروبوت داخل أروقة الحرم، حيث يوجد ما يقارب من 100 روبوت للتعقيم تعمل على مساحات أوسع وتغطية لجنبات المسجد، حيث تعمل هذه الروبوتات من 5 إلى 8 ساعات دون تدخل بشري. وقد حصدت هذه الروبوتات شهادات عالمية، منها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية.